تحية طيبة أعزائي المشاهدين، أقدم اليوم ظاهرة فلكية خطرة جدا بانتقالة كوكب المريخ، هذا الكوكب اللي كان من فترة زمنية طويلة في مجموعة الجوزاء الهوائية، انتقل بهذا اليوم إلى مجموعة السرطان المائية. بانتقالته راح نشهد ثلاث ظواهر يخلفها كوكب المريخ، إضافة إلى ظاهرة أخرى كنت قد نويت عنها والآن أيضا راح أكد عليها. طبعا هذه الظواهر الأربعة راح تكون مستمرة ويانا يعني لمدة شهر تقريبا من تاريخ اليوم. اليوم هو 14 من شهر تموز يوليو، الساعة الآن 12:21 دقيقة بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي لمدينة برلين. قبل تقريبا ساعة من الآن انتقل كوكب المريخ، هذا الكوكب اللي كانت فترة زمنية تقارب بشهر ونص في مجموعة الجوزاء الهوائية، هذا هو المريخ. لو نلاحظ الآن الزاوية زاوية صفر، يعني دخل أساسا في مجموعة السرطان، طبعا من بين الدخولية بالوقت الحالي، هذه مجموعة السرطان المائية، لكن من خلال الزاوية نقدر نعرف أنه زاوية صفر، هذا يعني أنه في بداية السرطان من قبل بضعة ساعة تقريبا من الآن دخل في مجموعة السرطان. دخولية المريخ إلى السرطان راح يعمل ثلاث ظواهر مهمة. أول ظاهرة طبعا راح تبتدأ ب يعني من اقترانه مع كوكب جوبيتير، هذا هو كوكب جوبيتير. لاحظ كوكب جوبيتير الآن موجود في السرطان بدرجة أربعة، لاحظ درجة أربعة، لحد ما يصل المريخ مع جوبيتير، هذا هو المريخ مع جوبيتير بدرجة أربعة أيضا، نحتاج إلى تقريبا يوم أو ستة أيام من الآن تقريبا، يعني بالفترة ما بين 20 إلى 25 بالشهر. طبعا 20 راح يصير الاقتران، تأثيراته أو 21 يصير الاقتران بالضبط، تأثيراته راح تكون ما بين 20 إلى 25 من شهر 7، اقتران ما بين كوكبي المريخ وجوبيتير في مجموعة السرطان المائية، هذه مجموعة السرطان المائية. في هذا الاقتران ممكن يحدث التالي: شدائد كثيرة ومصائب ومصاعب كثيرة ونكبات اقتصادية، طبعا تأثيرات هنا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي أيضا. بعد تاريخ 25 بالشهر المريخ راح يعمل مقابلة مع بلوتو، بلوتو هذا اللي كنا موجود في الجدي، هذا كوكب بلوتو من فترة زمنية طويلة في الجدي، راح يعمل المريخ مقابلة. طبعا الآن اكو مقابلة موجودة ما بين هذه المقابلة الأوبوزيسيون ما بين جوبيتر ما بين بلوتو بزاوية 174، يعني يحتاجين بعد 6 درجات حتى نوصل أعظم درجة من المقابلة، واللي راح أنوه عنها متى راح تكون، واللي راح يحدث بها كوارث طبيعية كثيرة إضافة إلى شدائد كثيرة أيضا. لكن المريخ، نرجع إلى هذا الكوكب المريخ، قلنا أول ظاهرة راح تكون هي ظاهرة اقتران بينه وبين كوكب جوبيتير، هذا هو كوكب جوبيتير في مجموعة السرطان المائية، وهذا راح يكون بتاريخ 20، يعني الفترة ما بين 20 إلى 25 من شهر تموز يوليو. أيضا جوبيتير المريخ عفوا راح يعمل أيضا مقابلة مع بلوتو بعد تاريخ 25 بالشهر، يعني بتاريخ 26 من شهر حزيران راح يعمل المريخ، هذا هو المريخ، مقابلة، كوكب المريخ مقابلة مع كوكب بلوتو. التأثيرات راح تكون بالفترة ما بين 26 إلى 29 من شهر تموز يوليو. طبعا هذه المقابلة راح نشهد بها نوع من الحروب، وطبعا إضافة إلى هذا عصيان. المريخ كوكب بلوتو يمثل الحكومات هنا، فبالتالي المريخ يمثل أيضا القوة والاندفاع والحماسة، فهنا راح نشهد فد نوع من التضاد الحقيقة ما بين، قد يكون ما بين الحكومات وما بين الشعوب، أو ما بين الحكومات وما بين حكومات أخرى. على أي حال في هذه الفترة ما بين 26 إلى 29 راح تكون فترة صاخبة بالدماء والحروب والعصيان أيضا. بنفس الوقت كوكب المريخ بنفس الانتقالة هذه إلى مجموعة السرطان راح يعمل تربيع،
مع أورانوس، هذا هو كوكب أورانوس الموجود في مجموعة الحمل. تربيع المريخ مع أورانوس راح يكون بعد تاريخ 29 كأعظم تأثير، راح يكون بالفترة ما بين 30/7 إلى 2/8. هذا الكوكب المريخ مرة ثانية لما يكون، راح يكون تقريبا بهذه النقطة هنا تقريبا، فراح يعمل التربيع بينه وبين أورانوس بالفترة ما بين 30/7 إلى 2/8، وراح نشهد بهذه الفترة بين 30/7 إلى 2/8 تغييرات غير متوقعة وثورات بهذه الفترة. إضافة إلى هذا راح نشهد أيضا تحول هذا كوكب جوبيتر، الآن هو على درجة 4، راح يتحول إلى درجة 9. في درجة 9 راح يعمل مقابلة، الآن لو نشوف بلوتو موجود على درجة 9، راح يعمل مقابلة كاملة بأوبوزيسيون 180 درجة. هذا راح يكون بالفترة ما بين 3/8 إلى 12/8. في هذه الفترة بين 3/8 إلى 12/8 فترة جدا حرجة وجدا عصيبة، راح نشهد بها موت شخصية مهمة. إضافة إلى هذا ممكن نشهد نهاية نظام أو كارثة بيئية كبيرة جدا. هذا أهم الأحداث اللي ممكن أن تحدث خلال الشهر القادم، طبعا ابتداءها من 14/7 من اليوم إلى 12/8، لكن أبرز التأثيرات راح تكون بتاريخ 20/5 بعد ما يعمل المريخ اقتران مع كوكب جوبيتر. لمعلومات أكثر بإمكانكم الدخول على موقعي الإلكتروني www.parascope.de. تقبلوا تحياتي، الفلكي سلمى.